أسد الله صحابي جليل من السابقين الأولين إلى الإسلام. الحديث عن الصحابي هذا يثير اهتمام كل مسلم لعظيم مواقفه وكيفية استشهاده. إنه أسد الله حمزة ابن عبد المطلب. كم قصة وبداية هنا وأنا بعيدة لكل نور ذكرى وآية وحكاية. حمزة بن عبد المطلب تربط علاقة قوية بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو يبقى عم النبي عليه الصلاة والسلام وأخوه في الرضاعة. كنية حمزة بن عبد المطلب أبو عمارة، أسلم في السنة الثانية من الهجرة، وكان رجل قوي وشجاع في الحروب، وشارك في حرب الفجار التي وقعت بين كنانة وقيس عنان، وهذا كان في الجاهلية. ثم أسلم وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعرف إسلام حمزة بن عبد المطلب لما كان أبو جهل بيسب النبي عليه الصلاة والسلام، وصار يقول قولته المشهورة: أتسبه وأنا على دينه؟ فعلمت قريش أن حمزة أسلم، وبعد ذلك أسلم عمر، وازدادت قوة الإسلام بإسلام عمر وحمزة رضي الله عنهما. وشارك رضي الله عنه في غزوة بدر، وقتل يومها 31 رجل، وهذا قلما ما يحدث في الحروب. وكان كالجمل الأورق الذي لا يستطيع أن يقابله أحد، وكان يهد الناس هدا. كانوا الناس زمان في الحروب يختفون ويتنكرون في الحروب، إلا حمزة كان رابط على راسه ريش نعام علشان كل الناس تعرف إن هذا حمزة بن عبد المطلب. قصة استشهاد حمزة كان لها أثر عظيم في قلوب المسلمين. كلف العدو غلام حبشي اسمه وحشي ويكنى بأبو دسمة، فقالوا له أنت هتكون حر مقابل أنك تيجي براس حمزة ابن عبد المطلب. وكان وحشي هذا معاه حربة وبيعرف يحارب بها كويس جدا، فطلع وحشي مع الجيش وليس له هم إلا قتل حمزة، فصار يترصد لحمزة وهو يهد الناس هدا، فتربص له وراء صخرة ورماه بالحربة. لما اجت الحربة في حمزة رضي الله عنه، حاول حمزة رضي الله عنه ان يروح على وحشي ويقتله، ولكن للأسف الحربة بلغت مبلغها في جسم حمزة رضي الله عنه. لما شاف ابو دسمة ان حمزة رضي الله عنه استشهد في ساحة المعركة، اخذ حربته وهرب. خلاص خلص المهمة اللي عليه، مقابل انه يعتق ويصير حر. عندهش مشكلة بقى انه ينهزم ولا ينتصر، اهم حاجة انه قتل حمزة ووفى الشرط. بعد ذلك للأسف تم التمثيل بطريقة بشعة في جثة وجثمان الشهيد حمزة رضي الله عنه. اجت عليه امرأة تسمى هند بنت عتبة، ومن شدة الغل اللي كان في هذه المرأة راحت على حمزة رضي الله عنه وفتحت بطنه وحاولت انها تاكل كبد حمزة رضي الله عنه، ولكنها لم تستطيع ان تأكل هذا الكبد. وبالمناسبة قال احد المفسرين لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بهذه القصة وان هند كانت تريد ان تأكل كبد حمزة رضي الله عنه، قال والله لو اكلتها لما مستها النار، ان جسد حمزة رضي الله عنه جسد شهيد ولا يمسه النار. وطبعا هذا ما يحكمش ان احنا نحكم عليها بالجنة او النار، لانها طبعا اسلمت بعد كده وحسن اسلامها، والاسلام يجب ما قبله. وبعد كده ذكر في السيرة انه النبي عليه الصلاة والسلام توعد انه لو قابل هؤلاء الاشخاص هيمثل بجثثهم زي ما مثلوا بجثة حمزة رضي الله عنه من شدة تأثره بموت حمزة رضي الله عنه، ولكن نزل قول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. المهم قاتل سيدنا حمزة لما سمع ان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل توبة اي حد من الكفار، وسمع ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعاقب من نطق بالشهادتين، راح للمدينة وجلس بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أوحشي أن؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أخبرني كيف قتلت حمزة؟ فقص عليه الخبر، فدمعت عينا رسول الله الشريفتان، وقال له: غيب وجهك عني، وكان لا يطيق أن يرى وجه قاتل حمزة رضي الله عنه. وهذا دليل قاطع
على أن حب حمزة رضي الله عنه كان متمكنا جدا من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا انتهينا في هذه الحلقة، وألقاكم إن شاء الله في حلقات تالية. لا تنسوا زر اللايك وزر الاشتراك وتفعيل جرس التنبيه كي يصلكم كل جديد، وتابعوني على حساباتي الشخصية. كم قصة وبداية هنا وأنا بعيدة، يا لكل نور ذكرى وغاية وحكاية وآية وحكاية.